This conference will now be recorded. طبعا انا هلا فتحت التسجيل بالنسبه للجلسه اللي احنا هلا عم نساويها. بعتذر كان التسجيل مو مفتوح. هلا حرجع عيد اللي انا حكيته هيك بشكل كثير بسيط بشكل كثير سريع، وبس نخلص هي الجلسه حابعتها لكل الطلاب على بريدهم تمام الجامعي وبريدهم العادي، منشان اذا حابعت هي الجلسه للطلاب على بريدهم الجامعي والعادي، مشان اذا فاتهم شيء من هي المحاضره يشوفوا ويفوتوا على يعني ويتابعوا اللي احنا كنا عم نحكي. طيب خلينا نكمل البدايه ما لحقتها، بس انا بس سؤال، هو لازم سجل كل معلومات اول ما ادخل على المنصه غير البريد؟ صراحه سؤالك ما كثير، سؤال ايمان ما كثير فهمته، ولكن مثل ما قلت لكم تفتحوا اول شيء على الدليل التقني تمام، بتفوتوا على قسم المنصه التعليميه الخاصه برشد، وبتدخلوا على اسم المستخدم وكلمه مرور، هدول المعلومات اللي انتم حتحتاجوها للدخول للمنصه. تاخذوا اسم المستخدم، خليني ارجع اورجيكم اياها كمان مره ثانيه. أستاذ مالك، تفضلي. فيني بس أنا هذا سؤالي، إنه غير هذا البريد اللي رح نسجله، إنه في شيء أنا لازم أضيفه معلومات ثانية، مثلا مثل ما بتقولوا رقم طالب، رقم لا جامعي، لا كذا؟ لا 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 لا، فقط انت لما تفوت على المنصه، هلا انا هون حاطط لكم ضمن الدليل التقني، طبعا انه اذا بدكم هذا تفوتوا على المنصه lms.rushdin.com، بتفوتوا على lms.rushdin.com بيطلبوا منكم اسم المستخدم وكلمه مرور فقط لا غير، تمام، معناها تمام. نعم بتاخذون من الدليل التقني انا حاططهم هون اللي هن تيست. انا هلا طبعا بحالتي انا اسمي تيست ات رشدين دوت نت، انتم بحالة بتكون اسمكم يعني بتكون بريدكم الجامعي، ورشد 1 2 3 4 5، نضغط هون تيست ات روجيني دوت نت، كلمة المرور طبعا احنا بعد ما عدلناها سويناها مالك 1 2 ام، ومفوت لجوا بس، تمام، وتفوتوا لجوا يعطيك على الله يخليك يا رب. طيب حعمل هيك بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يعطيك العافية أستاذ، الله يعافيك يا رب. بدي أسألك بالنسبة للحضور المباشر، يعني اللي بيكون مثلا محاضرات مباشرة أو تفاعلية مباشرة، يعني كيف توقيت أو هي موجودة بشكل دائم معانا؟ تمام، انت شو هو الدبلوم اللي انت مسجله او البرنامج اللي انت مسجله برشد؟ الحكومي. هلا الاداره الحكوميه كثير بسيطه، انت مثل ما قلت لك بتفوت على الماي كورس اند ليرنينج بلان، بتفوت على السنه الاولى. هلا بقول لك ليش بدك تفوت على السنه الاولى، بتفوت على السنه الاولى، بتفوت على سياسه الحضور، بتقرا انت انه جميع المواد مسجله مسبقا ولا توجد اي محاضرات تفاعليه، فانت ما عندك محاضرات تفاعليه. انت كل المقررات اللي موجوده عندك هي محاضرات ومقررات موجوده مسبقا، تمام؟ شلون بتلاقيها؟ مثل ما قلت لك بتفوت انت، خلينا نرجع من البدايه، بتفوت من الصفحه الاولى على الثلاث شخطات الموجوده هون، ماي كورس اند ليرنينج بلان، بتلاقي عندك مواد وبتلاقي عندك ليرنينج بلان او خلينا نقول باكيجات تعليميه كامله، تنزل بتتركهم وبتنزل للاخير. انت مسجل دبلوم اداره حكوميه، بتبلش انت هلا سجلت هي السنه، فبدك تفوت سنه اولى، بتفوت على السنه الاولى وبتقرا الموجودين هون، طبعا اهم شيء هو التقييم الدراسي، بتفوت بتلاقي في المواد تبعيه الفصل الاول مثل ما قلت لك، بتفوت بعدين بتشوفهم بقلب المقر، خليني بس ارجع افتح لك اياها هون. عندك انت مواد السنه الاولى، بتفوت على ماي كورس اند ليرنينج بلان، بتلاقيهم وبتبلش فيهم وحده وحده، تمام؟ هلا هيك حامل بس مراجعه سريعه، بس نفوت احنا على المنصه. شكرا. تفوت على ماي كورس اند ليرنينج بلان، بتلاقي فيه كل المواد، الشغلات التقنيه اللي ممكن تحتاجها بالمنصه موجوده بالماي بروفايل، بتحطهم معلوماتك اذا بتحب، اسمك الاول، اسمك الاخير، الصوره، رقمك الجامعي، بتحب تغير الباسورد بتغيره من هون، البريفرنسز اذا بتحب تغير لغه المنصه من عربي لانجليزي او لفرنسي اذا حدا بيعرف اللغه الفرنسيه، فبتحط هون اللغه اللي انت بدك اياها. فهي اهم المعلومات اللي انت بتحتاجها ضمن المنصه. طبعا اذا فتت على الصفحه الاولى ولقيت انه ما في غير ايقونات معلومات، ما في مشكله، اضغط على الثلاث شخطات بعدين ماي كورس اند ليرنينج بلان، تمام؟ مثل ما شرحت لكم كل ماده اللي احنا بنفوت عليها لازم نحضرها من البدايه حتى النهايه، نحضر النص الاول مثلا افترضنا هو 7 صفحات، انا بحضره للاخير، ومن ثم بنتقل للفيديو الثاني نفس العمليه، الفيديو التفاعلي لازم احضره للاخير، ومن ثم بنتقل للايقونات اللي تحت لوصل للامتحان النهائي. كل مقرر ما فيني انجح فيه الا بثلاث خطوات. فوت على المقرر، خلينا نرجع على المقرر اللي احنا بلشنا فيه اللي هو مدخل الى الحاسوب، لازم احضر كل شيء ايقونات موجوده هون، هي واحد، اثنين لازم اقدم الفيديو التفاعلي، وحكينا عن الفيديو التفاعلي هو موجود بقلب ايقونه المعلومات، تفتحوا بايقونه المعلومات وبتقروا كل المعلومات اللي لها علاقه بالفيديو
محددات اعداد الفيديو التفاعلي، ومن ثم الشغله الثالثه انك بتشوف انت موعد الامتحان، بتفوت باول ربع ساعه من موعد الامتحان، يعني مثل ما شفنا نحن مثلا مدخل الاقتصاد هي 23/6 الساعه 2، انا لازم افوت بين 2 و 2 وربع بقدم الامتحان وبنجح فيه باذن الله. خليني اشوف اذا في كمان اسئله ثانيه بالشات. كل ماده لها فيديو لحال؟ نعم، كل ماده لها فيديو تفاعلي. انت لازم تحضري الماده كلها، تفهمي شو فيها، وتقدمي فكره من اللي انت فهمتيه ضمن الماده، تقدميها كفيديو، وهيك بتكون خلصتي من شرط الفيديو التفاعلي. رقم الطالب بالامتحان، كيفيه الحصول عليه. رقم الطالب اللي احنا هلا تباعا حنرسل للطلاب بطاقتهم الجامعيه، بقلب بطاقتك الجامعيه موجود تحت ايميلك موجود الرقم الجامعي، تمام؟ فهذا الرقم الجامعي هو اللي انت رح تستخدمه لما تفوت على الامتحان، حيطلبوه هن منك. اذا بدكم خليني ادور على بطاقه جامعيه ورجيكم شلون بتكون شكلها. تمام، هلا البطاقه الجامعيه انتم بتصلكم على شكل ملف بي دي اف تشبه اللي هلا انا عم اورجيكم اياها. بتلاقي انت موجود عندك فوق اسمك، مثلا انا اسمي مالك محمود، تلاقي اسمي موجود هون، السنه اللي انا سجلت فيها حتى 2022 2023، صورتي ورقمي الجامعي، وتحت بريد الجامعي، تمام، وتحت محطوط الدبلوم اللي انت مسجل فيه. فمن هون انت بتعرف بطاقتك الجامعيه. خلينا نشوف كمان سؤال ثاني. رقم الطالب في الامتحان، شفنا دخول الى الماده او المحاضره، يا ريت تعيد عليها. طبعا مثل ما قلت لكم الدخول للمحاضره بلش انا مدخل الحاسوب، بحضر اول وحده، طبعا انا حضران انا معكم هلا قبل فمفتوحه، بضغط على نيكست. هذول طبعا احنا حضرناهم، البحث الاول اللي احنا حضرناه كله، مثلا البحث الثاني ما في يفوت على السلايد لانه قايل لي انه المحاضره لسه انت ما خلصتها، ففوت عليها للمحاضره. حابب ان هي انا على السريع، طبعا انتم لازم تحضروها كلها عشان يعني تستفادوا انتم، فضل الاخير. خلصت المحاضره، بس تخلص المحاضره ويوصل العداد للاخير هو لحاله بيقول لي انه تمام انت حضرت، فينا تنتقل للي بعدها. اللي بعدها شو هي السلايد؟ لا هي فتحت يعني كمان بقلب فيها لحالي معكم للسريع للاخير، بعدها بتلاقوا انه انا فيني انتقل للمحاضره اللي بعدها. تمام، مثل ما انتم شايفين وصلنا لاخر سلايد قايل لي انت كومبليتد، فينك تنتقل للي بعدها، بنتقل وهكذا انا بحسن خلص المقررات. طيب اذا في عندنا سؤال ثاني بالنسبه لنسيان كلمه مرور، هلا رح نحكي عنه. موضوع اخر، لا يوجد عندي رقم جامعي، مثل ما قلت لكم بس انا بعت البطاقه الجامعيه للطلاب على شكل ملف بي دي اف، تحسن تعرف شو هو رقمك الجامعي. عم حاول ادخل من خلال الايميل والباسورد، تمام، فما عم يمشي الحال. اذا ما عم يمشي الحال مثل ما قلت لك، بعت لي على ايميلي malik@rojinio.com مثل ما ورجيتكم اياه بايميلات التواصل، خليني احط لكم عليه هون. بعت لي شو المشكله، بعت لي صوره عن المشكله، وبنحسن نحلها باذن الله وياك. اذا نجحت بماده بمعدل ضعيف اقدر اعيد الماده السنه القادمه وامتحان هي السنه يبقى متاح لي. طبعا هلا المقرر اذا انت رسبت فيه فانت فينك تقدمه، مثلا هو المقرر سنه اولى فصل اول، فانت عندك هذا الفصل قدمته رسبت فيه، عندك حلين، يا اما بتستنى لاخر السنه وبتقدمه بامتحانات التكميليه ولكن تدفع عليه رسوم، او انت بتستنى للسنه الجايه فصل اول، فهي الماده موجوده عندك لانه انت حضرانها موجوده بمنصتك، بتفوت بنفس يعني بتفوت كمان على ايقونه المعلومات السنه الجايه الفصل الاول، بتشوف انت امتحان الماده فينك تقدمها، لانه انت محقق شرط الحضور كامل انك حضرانها للاخير، واكيد حتكون باعث الفيديو تفاعل، فينك ترجع تقدمها بوقت السنه الجايه. او بدك تقدمها بشكل تكميلي بنهايه السنه، تدفع عليها مصاري وتفوت تقدمها بالامتحانات التكميليه.
ممكن سؤال استاذ، بعد اذنك، مسجل دبلوم تاهيل تربوي وقت عم اضغط على الكورسات الخاصه عم يطلع لي علوم سياسيه، هلا ممكن يكون في مشاكل عندك اياها بالمنصه، عندك اياها بالمنصه اخ منير، كمان ابعث لي على بريدي malik@rojgini.com وبنشوف شو المشكله الموجوده عندك بمنصتك وبنحلها باذن الله. اذا واحد عنده سؤال عن الماده، مع مين فيني يتواصل؟ لازم يتواصل مع شؤون الطلبه اللي هو admission@rojgini.com، هو بيعود بوجهه للمكان اللي لازم يروح عليه. كيف فينا نحصل على البطاقة؟ نحن حنبعت لكم إياها قريباً. أنا مسجل دبلوم إدارة أعمال، بس المادة المسجلة مبادئ إدارة الأعمال، وكلام المحاضر والأمثلة بالمادة كلها عن الإدارة العامة. هلأ نحن برشد في عنا مواد بتكون مشتركة بأكثر من دبلوم، فأنت بس تلاقي المادة موجودة عندك بالتقويم الدراسي مثلاً مدخل الحاسوب، وتلاقيها موجودة مدخل الحاسوب، خلاص أكد إنه هي المادة لإلك. ولكن هي المادة ممكن تكون مشتركة بأكثر من دبلوم، فممكن يكون الدكتور اللي أعطاها بدبلوم ثاني، ولكن هي المادة موجودة عندك ونفس المعلومات. يعني شو مثلا مدخل الحاسوب هي متشاركة مع أكثر من دبلوم، فمدخل الحاسوب بدبلوم تأهيل تربوي مستحيل تكون مختلفة عن مدخل الحاسوب مثلا بدبلوم الإدارة الحكومية، هي نفس المادة، ولكن الدكتور ممكن يكون حاكي إنه هي المادة بدبلوم الإدارة الحكومية أو دبلوم ثاني، ولكن خلص أنت المادة بس لقيتها موجودة عندك بالتقويم الدراسي معناتها هي موجودة عندك وما عندك أبدا أي مشكلة. حسب ما فهمت الامتحان النصفي ما بهم. نعم الامتحان النصفي هو بس فقط لانت تعرفي شو درجة تطورك بالمادة، فانت ما فينك تتجاوزي الا لتنجحي، بس النتيجة اللي حتنجحي فيها ما كثير مهمة، ما مهمة ابدا وما بتدخل حتى بالمعدل، هو بس فقط عشان انت تختبري حالك انه انا تمام فيني انتقل للمحاضرة اللي بعدها. الامتحان النصفي بيجي بنصف المقرر تقريبا. بالضبط النهائي هو الاساس. تمام هلا انا هدول الاسئله اللي انا شفتهم بالشات، هلا حننتقل لاهم نقطه كمان ممكن تصير معنا، بس انا ما حبيت احكي عليها هلا نسيان كلمه المرور، لانه نحن نحتاج البريد الجامعي لغير كلمه المرور. فهلا الساعه 11:40، خلينا نحكي عن الامر الثاني. نحن خلصنا هلا المنصه التعليميه خلصناها من الكمبيوتر، طيب كيف بدي فوت عليها من الموبايل؟ انا هلا حفوت من الموبايل تمام وورجيكم شلون نحن بنفوت على المنصة التعليمية. خليني افتح اول شيء على جو تو ميتنج. طبعا في اخ عم يسال انت بتبدا المحاضره لانه بدي احضرها مباشره. هلا المحاضره مثل ما قلت لكم، انت اول شيء بدك ترجع للدبلوم اللي انت مسجل فيه، بتفوت على ايقونه المعلومات، بتفوت على سياسه الحضور، اذا لقيت انه محاضراتك مسجله وليست تفاعليه معناتها انت فينك تحضري باي وقت، ظهر صبح ليل، انت مهم انك تخلصها قبل بدايه الامتحان النهائي. هي اذا انت بدبلوم مسجل وليس تفاعلي، التفاعلي هو بس فقط الريزن، وهلا بورجيهم شلون هن بدهم يفوتوا على المقررات التفاعليه. هلا انا فتحت من الموبايل، خليني بس انقل الصوره على الموبايل عشان اورجيكم شو اللي نحن بنحسن نساوي. طيب هلا انتم اكيد شايفين هلا الصوره عندي على الموبايل مزبوط، بس خليني اتاكد افتح الشات. تمام هلا الاخ منصور اللي هو انجليزي ولغه ثانيه استنى شوي لشلون بدي افوت على المحاضرات المباشره. طبعا كل شيء انا هلا عم بحكي موجود بايقونه المعلومات. طيب فهل انتم شايفين هلا شاشه الموبايل عندكم؟ تمام شايفين عندكم. طيب هلا انا في عندي طريقتين لفوت على المنصه التعليميه الخاصه برشد، اما نزل تطبيق اسمه جوليرن موجود تحت على اليسار، اخر ايقونه على اليسار من تحت اسمه جوليرن، او فوت من اي متصفح موجود على موبايلي. هلا انا كدعم تقني فضل فوت على المتصفح ومن ثم فوت على المنصه، ما فوت من خلال التطبيق، لانه التطبيق اوقات بيكون في مشاكل عدم تنسيق بين نسخة الموبايل نسخة الـ 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 يعني
نظام التشغيل موجود على الموبايل والمنصة التعليمية. فلذلك أنا أفضل إنك تفوت أنت من خلال المتصفح، أي متصفح موجود عندك بالأندرويد. أشهر متصفح هو متصفح الإنترنت اللي هو موجود إذا شايفينه تحت، ثاني واحد على اليمين، بضغط عليه. هلأ أنا بدي فوت على المنصة، نفس العملية اللي سويناها، بضغط فوق على اليو ار ال، بكتب lms.roshduni.com وبفتح. هلا طبعا انا اللي عم بحكي لكم اياه كمان موجود، اذا بتفوتوا على الدليل التقني موجود هون، كما يمكنكم فتح المنصه على هاتفكم الذكيه من خلال الضغط هنا، تشوف الفيديو نفس اللي انا اللي عم ساوي. طيب في طالب سالني انه انا لما عم فوت عم تطلع لي، عم يطلع لي ونزل التطبيق، انا ما بدي انزل التطبيق مثل ما قلت لي، طيب شو لازم اعمل؟ بتضغط على الثلاث شخطات الموجودين تحت على اليمين، ومن ثم بتختار ديسكتوب سايد، فبتلاقي رجع عندك نفس العملية، عم يرجع يقول لك حمل لي التطبيق. طب انا شو لازم اعمل؟ بضغط على اليو ار ال فوق وبمحي فيه، بمحي فيه التشارب الايقونة، وبمحي فيه ويب بيج، وبخلي البيج يطلع بنفس هذا الشكل lms.rojdino.com/login، بروح على جو. فهلا هو شو عمل؟ هلا هو فتح لي المنصة كأنه على الكمبيوتر بس فتح ليها على الموبايل، وأنا هذا اللي بدي يعني، أنا مشان هيك أنا ما بدي أياك تفوت من خلال التطبيق الموجود على الموبايل. ننتظر شوي. فشفت هلا شو فتحت عندك، بلش كمان فوت معلوماتي. أنا شو معلوماتي؟ تيست آت rojduni.net، وكلمة المرور مالك 12M، بس خليني أتأكد منها بالضبط. لا كاتب أنا غلط، ثاني بالضبط مالك 12M. بضغط على ساين ان، وبلاقي انه هلا هو فتح على المنصه. بس خليني اقيم الصدمه بفضلكم ثانيه بس. تمام هلا هيك بعتقد راح الصدمة عندكم. طيب خليني بس ارجع اعمل شير للشاشة، لقيت الموبايل انه راح الشير. صوت فتت على الانترنت. فمثل ما قلت لكم هلا بتلاقوا المنصة موجودة عندكم. كمان نفس العملية، لا تشوفوا الايقونات اللي هون، ضغطوا على الثلاثة الموجود فوق على اليسار، ومن ثم ماي كورس اند ليرنينج بلان، نفس العملية هلا حورجيكم. بتشوفوا المواد موجود، بتلاقوا اسف المواد موجودة هون، وبتلاقوا مثل ما قلت لكم تحت بتلاقوا موجودين ايقونات المعلومات خاصه بالدبلوم اللي انتم مسجلين فيه. المواد بلشت تظهر تباعا للي انا موجوده عندي. كمان نفس العمليه من خلال الثلاث شخطات الموجودين فوق، انا فيني فوت غير كلمه مرور، حط اسمي الاول، حط اسمي الثاني، يعني نفس كانه كنا عم نشرح على الموبايل، بس هلا نفسها صار موجوده على شاشه اصغر اللي هي شاشه الموبايل. بس في اخت اسمها نور عم تقول انه الصوت ما عم يشتغل عندها، فتكون مثلا حاطه على زر انه الصوت عندك يكون منخفض كثير. باقي الطلاب هل عم يسمعوني ولا لا؟
تمام مسموح. طيب اخت نور، معناتها مثل ما قلت لك انت اذا فاتحه من الموبايل، خليني بس اشوف لك وين كان الخيار. تمام، هلا الخيار اللي انت لازم تساويه اخت نور، بس تفوتي على الموبايل على اليسار في 3 نقاط فوق بعض، تضغطي عليها، ومن ثم في عندك الخيار الثاني اللي هو اوديو اوبشنز، اضغطي عليه وفعلي الزر الخاص بالسبيكر. بعد المشاركه للشاشه انا ما شاركتها لانه كنت عم بشرح للاخت عن كيف بدها تشغل الصوت، فثانية وشغل الصوت. بس بدي اشوف الاخت، ما الاخت او الاخ نور، هل اشتغل الصوت عندكم؟ مثل ما قلت لكم 3 نقاط على اليسار. طيب هي ما رح تسمعني، مزبوط. طيب خليني اشوف اذا عملت انا مشاركه للشاشه. تمام، عملت انا هلا مشاركه للشاشه، ال3 نقاط الموجوده على اليسار نضغط عليها، بعدين اوديو اوبشن، ومن ثم السبيكر. طبعا هل انتم ما سمعتوني ولا لا؟ لساتوا عم تسمعوني ولا لا؟ لسه لساتوا صوت مسموع. انت السبيكر لازم يكون الصوت بلش يطلع عندي. طيب خلينا نحن نكمل. طبعا مثل ما قلت لكم هيك نحن احسن نفوت على المنصه باستخدام الموبايل وما في ابدا اي مشكله. خلينا نرجع نشوف في شيء نقاط احنا ما غطيناها، تقييم دراسي، متابعه المقررات من الموبايل، طريقه الدخول من الموبايل. هلا تغيير كلمه المرور، بس خليها شوي لنحكي على البريد الجامعي، بعدين بنرجع نشوف طريقه تغيير كلمه المرور، لانه طريقه تغيير كلمه المرور نحن نحتاج البريد الجامعي. ففي حدا عنده سؤال؟ خليني بس ايميل المشاركه، او خلي المشاركه على الموبايل. في شي حدا عنده سؤال على المنصه التعليميه، ان كان من الموبايل او ان كان من الكمبيوتر، انا جاهز. بتحبوا تفتحوا المايك ونحكي مع بعض؟ بتحبوا من خلال الشات؟ ما عندكم مشكله. الله يكرمك استاذ مالك. الله يكرمك. الاشكاليه اللي عندي انه عم حاول ادخل عبر الايميل والباسورد اللي ارسلتموه حضرتكم، فما عم يمشي الحال اطلاقا. الله يكرمك. تمام، ما عندك مشكله. انت لازم تساوي اذا عم تحط المعلومات الموجودين، خليني بس اعمل شير عندي. جميل. اذا انت عم تدخل المعلومات اللي موجوده هون بالدليل التقني وما عم تنفع معك، راسلني عبر بريدك، عبر البريد يعني malik@turjini.com، وبنشوف بنعود بنشوف شو المشكله وبنحلها باذن الله. انا ايميلي موجود، ايميلات التواصل، هذا ايميل الثالث. تمام. طيب خليني نشوف اذا في بالشات رسائل ثانيه. هل انا ما عم يطلع لي رسائل؟ فهل كل شيء واضح الى الان؟ بس اذا تحبوا اكتبوا لي على الشات اذا في عندكم سؤال او لا، فينا ننتقل للنقطه اللي بعد. تمام واضح. طيب هلا في بس شغله، بس يعني حخليكم تنطروا بس 3 ثواني، بس بدي اغير شغله، بحيث انه اقلب المنصه كريزل كلغه انجليزيه مشان ورجي الطلاب اللي خاصين بالقسم التفاعلي شلون بدهم يفوتوا على منصته. ثانية من فضلكم إديت. أنا ثواني بس بكون معكم.
تمام، ثواني وكم أكون أنا بإذن الله. هلا عم جهز بس المنصة للطلاب اللي مسجلين بالقسم التفاعلي اللي هو فقط اللغة الإنجليزية منشان نحكي عن الأمر. أنا انتهيت. خليني بس أرجع. حذفته بأب. طيب أنا حذفته بأب وما فتح معي على الموبايل، هلا حرد أرجع لهي النقطة، بس خليني كمل فكرة إذا الواحد مسجل بالريزل ولا لا ومنكمل. هل أنتم سمعانين إلى الآن؟ فيني أرجع أكمل أنا ولا لا؟ تمام. طيب هلا أنا test@rojdini.com.net اسف، انا مسجل بالريزل، طب شو لازم اعمل؟ نفس الخطوات، ما تغير اي شيء، فوت على الدليل التقني، بلاقي عندي test@rojdini.com وبلاقي عندي كلمه المرور، ففوت بحطها test@rojdini.net وبلاقي بعدين رشد 1 2 3 4 5 اللي هي كلمه مروري، بعمل على ساين ان، هون كاتب انا غلط، تمام ساين ان. طبعا هي اول مره كمان تظهر لكم، بس تحطوا لها اجري وبتكمل. طيب انا كريزل شو لازم يطلع عندي؟ اذا طلع عندي فوربيدن ما عندكم مشكله ابدا، بنعمل نفس ما اتفقنا، ثلاث شخطات ماي كورس اند ليرنينج بلان، فبلاقي انا بالريزل فقط ايقونتين طول السنه، ما عندي غير ايقونتين، ايقونه الانفورميشن واللي هي توازي ايقونه المعلومات، تمام، وايقونه المقرر. طيب فوت على انفورميشن ريزل about program، بلاقي في معلومات عن البروجرام اللي انا مسجل فيه، academic calendar. هلا الاكاديميك كالندر هو مختلف عن هنيك، او الاكاديميك كالندر هو التقويم الدراسي، الاكاديميك كالندر مختلف عن التقويم الدراسي هنيك. بشو مختلفه؟ هنيك انت مالك مجبر تمشي بالساعات لانه المواد كل اللي موجوده عندك اياها هي مواد مسجله، ولكن بالريزل يعني اذا في طلاب هلا ريزل كثير رح يستفادوا. ممكن مساعده مشان الصوت لو سمحتوا، ما عم اسمع شيء، ما بعرف الصوت عندكم مسموع ولا لا، بس حدا يكتب لي. الصوت مسموع. طيب هلا اذا على الموبايل مثل ما قلت لك، خليني ارجع ساويه من على الموبايل، خليني ارجع ساوي لكم اياها على الموبايل على السريع، عشان اذا في طلاب لازم يعني لازم يكونوا معنا مستفادين. خليني ارجع اورجيكم اياها على الموبايل، بعتذر منكم اذا كان في يعني تقطيش بالافكار، ولكن بهمني انا انه كل الطلاب يسمعوا، يعني كثير كثير هي مهمه بالنسبه لي. طيب خليني اساوي ميك بريزنتر لمالك. تمام خليني اعمل انميوت من هون. تمام انتم سامعانيني هلا مو هيك؟ هلا الامرين اللي احنا حكينا عليهم، إذا أنت الصوت ما عم يطلع عندك، تضغط على الثلاث نقاط موجودين على اليسار على Audio Option، تتأكد إنه هون موجود Turn Off Audio، يعني فمعناته أنت هلا مسجل مشغل عندك الصوت، تمام، والسبيكر لازم يكون On مو Off. هلا أنا حطيت Off، لازم يكون هو On، فلازم يكون عندك السبيكر On ولازم يكون عندك Turn Off Audio موجودة. ف خليني اشوف هل حلت المشكله، مين كان عنده مشكله؟ محمد زيد، فهل حلت عندك المشكله محمد؟ طب خليني اسال بشكل عام، هلا لهلا في حدا عنده مشكله بالصوت؟ في تمام حلت المشكله، ممتاز ممتاز الحمد لله. طيب هلا الشغله الثانيه كان في حد عم يسالني عليها، انا بعتذر مره ثانيه اذا كان في انقطاع بالافكار، شلون بدي فوت على الموبايل؟ كثير بسيطه، خليني احذف انا هي اللي هون ونبلش من اول جديد، كثير بسيطه، نيو تاب، اضغط على اليو ار ال،
بضغط LMS دوت. طبعا انا فايت عم تصفح الانترنت، بدي فوت عم تصفح الانترنت lms.rojdini.com، بضغط اوكي. ثاني بس شوي لا ياخذ المتصفح. طيب هلا انا بتطلع لي انه انا لازم نزل التطبيق. طب انا ما بدي نزل التطبيق، طيب شو لازم اعمل؟ بضغط على هاي اللي شايفينه ان والثلاث شخطات اللي جنب بعض، بضغط على ديسكتوب سايت، يعني انا بطلبه انه انا بدي الموقع مثل الكمبيوتر، ولكن هو بده يرجع بدي نزل التطبيق، فانا بلعب عليه لعبه، بضغط على اليو ار ال وبمحي التالي، ببلش امحي الشارب، امحي اول سهم او اول سلاش، بعدين الويب اب، بعدين سلاش الثاني. فانا لازم يكون عندي الموقع lms.rojdini.com/login فقط، واضغط على جو. استنى شوي، انا عملت نفس الشيء ما مشي الحال. استاذ مالك حاليا معك عملت نفس الخطوه، ما مشي الحال، ترجع لي نفس الصفحه. تمام، انت عم تساوي عبر متصفح الانترنت؟ ايه على جوجل الموبايل ايفون. اه طيب، على جوجل تساوي على متصفح سفاري، لا تساوي على متصفح جوجل كروم، جرب على متصفح سفاري. على كل حال ما نفعت معك طريقه متماثلك، حاكيني عبر البريد او عبر الواتساب وكمل انا وياك نشوف ليش ما انحلت وشو المشكله. طيب مثل ما انكم شايفين هون بتحطوا المعلومات وبتفوتوا، ما عاد عندكم مشكله باذن الله. خليني هلا ارجع على الكمبيوتر مشان اشرح لطلاب الريزن. هلا سمعانينه مو هيك؟ تمام، صوتي مسموع. طيب فتت انا هلا، انا طالب ريزل، خليني ارجع عيد من الاول. فتت على منصتي، لقيت عندي انا ايقونتين على ثلاثه، ماي كورس اند ليرنينج بلانز، لقيت عندي انا ايقونتين انفورميشن وايقونت المقرر. طيب انا شو لازم اسوي؟ فوت نفس العمليه، اول شيء واهم شيء باي دبلوم تفاعلي مسجل اي دوره اي شيء، بتفوت على ايقونت المعلومات بتقراها. اباوت بروجرام عرفناها، اكاديميك كالندر متماثلكم. هلا الاكاديميك كالندر هون تختلف عن التقويم الدراسي الموجود بالمواد المسجلة. طب شو بيختلف؟ هداك التقويم الدراسي هو تقويم افتراضي، انت اذا حبيت مشان فينك حبيت تحضر المادة كلها بيوم واحد فينك، ولكن مهم هو توقيت الامتحان النهائي. بينما بالريزل لا، بالريزل في عندك سبع مستويات. اول مستوى البيجنر، طيب هذا البيجنر هو عبارة عن ست اسابيع. طيب انت ببلش اول اسبوع، ببلش ب 14/2. طيب الاسبوع الاول كم محاضرة عندي؟ بنزل تحت الويك، هي الاليمنتري، هي المستوى الثاني، البري انترميديت والانترميديت. طيب انا بدي اعرف انا هلا بالمستوى الاول، طيب كم ماده عندي انا بكل كم محاضره عندي بالفصل، باسف كم محاضره عندي بالاسبوع. بطلع من ايقونه المعلومات على انتر اكتف كلاس داي اند تايم، بلاقي انه انا كل اسبوع عندي من الاثنين للجمعه الساعه 6 مساء توقيت اسطنبول. تمام، فهلا انا عرفت كم مستوى عندي، عرفت كل مستوى كم اسبوع عندي، وعرفت انه مثلا الاسبوع الرابع ببلش 7/3. طيب خليني افتح انا على، خليني اورجيكم اياها. انا هلا فتحت على ال شو بسموه الكالندر الموجوده بالويندوز. تمام، 7/3 انت بيكون هلا انا مارش، 7/3 بيكون يوم الاثنين. طيب انا كم عندي كم محاضره عندي؟ عندي 7/3، 8/3، 9/3، 10/3 و11/3. تمام، خليني افتح لكم اياها عشان تشوفوها. فتحت على الكالندر، جوجل كالندر، وما بدا جوجل كالندر، اسف، هون خلص من هون. طيب شهر 3 هو شهر مارش. تمام، 7/3 اللي هو بيكون الاسبوع الاول بالاسبوع الثاني بالشهر الثالث. طيب انا كم محاضره عندي بهذا اليوم؟ ثانيه بس بفضلكم دقيقه. طيب انا معكم،
فكم بنرجع هون الاسبوع انا الرابع بالبيجنر عندي ببلش 7/3. طب انا 7/3 بهذا الاسبوع كم محاضره عندي؟ برجع على الكالندر عندي 7 8 9 10 11، خمس محاضرات لازم احضرهم انا باسبوع 7 من الشهر الثالث. شلون عرفت؟ بعد الاكاديميك كالندر فوت على انتراكتيف كلاس داي اند تايم، بتلاقي انه انت المحاضرات عندك اياها من الاثنين للجمعه، كل يعني كل يوم بين الاثنين والجمعه من الساعه 6 بتبلش محاضرات للساعه 9. تمام. طيب كيف بدي فوت على المحاضره؟ كمان موجوده بالانفورميشن اكسس انتراكتيف كلاس، بتفوت بتلاقي رابط للدخول. هذا الرابط اذا انت فايت من الكمبيوتر بتضغط كليك هير دغري بتروح عليه. طيب اذا انا فايت من الموبايل وما عم يفتح الرابط وما بعرف شو، كثير بسيطه، شو بساوي؟ نفتح الموبايل على برنامج الجو تو ميتنج. طبعا برنامج جو تو ميتنج انا هلا عم بث منه فما فيني افتحه وجرب، ولكن بتنزلوا التطبيق فبيطلع عندكم شاشه نفسها بالضبط، في فوق محطوط انتر ميتنج اي دي اور نيم، روح على ايقونه المعلومات على اكسس انتراكتيف كلاس، كاتب لك هون انه السيشن نمبر هو هذا الرقم، فبروح وبحط هذا الرقم هون بكتب، بعمل جوين بوقت المحاضره. انت وقت المحاضره من الاثنين للجمعه الساعه 6 مساء، اي اثنين واي جمعه بتفوت على الاكاديميك كالندر بتحسن تعرف انت كل اسبوع انت ببلش وانت بينتهي عندك، ففوت بحضر المحاضره. طيب انا فتت على المحاضره، شلون بدي اغير اسمي؟ شلون بدي اعرف اذا تسجل حضوري ولا لا؟ كثير بسيطه، الحضور وغير الزامي ببرنامج الريز، ولكن الحضور بهمك انت مشان انت تحسين تفهم. تمام. طيب كيف بدي اغير انا اسم المستخدم وكلمه المرور؟ كثير بسيطه، بالموبايل هلا حورجيكم اياها، خليني فوت واحطه مالك محمود ملك بريزنتر اديت كورس. تمام. هلا انتم سمعانيني مو هيك؟ هلا انا فتت على الموبايل، طبعا انت هلا فتت على الجو تو ميتنج كانك عم تفوت على الريزل، ولكن رقم الجلسه مختلف. رقم الجلسه بالريزل عرفناه هلا وينه قبل شوي. هلا انا فتت، افترض انت هلا فايت على الريزل واسمك مثلا ما له واضح، خلينا نقول مثلا انا اسمي هلا مالك محمود بس انا بدي اكتبه بالانجليزي، فهذا هلا انتم فتوا على الشات بتلاقي في محطوط مالك محمود بالعربي، شايفينه ولا لا؟ بس اكتبوا لي. يمكن ما فهمتوا علي شو قصدي، انا انتم هلا بالموبايل فيكم تفوتوا على قائمه الموجودين وبتدور على اسمي، فانت بالضبط فادي لقى اسمي محطوط انا هلا مالك محمود بالعربي. طب اذا انا بحطه بالانجليزي بدي احط انا بريدي الجامعي، طب شو لازم اعمل؟ كمان على الثلاث نقطات اللي موجودين على اليسار، ومن ثم edit your info، بسيطه بتفوت بتحط اسمك فوقها مالك فراغ محمود، وانا مثلا الايميل انا ما بدي هذا، انا بدي اللي انا مسجل فيه برشد ايميلي الجامعي. تيست لازم دخلهم هو بس اول مره، باقي المرات خاص هو بيعرفك لحالك، بس هي كل مره ما له خسران شيء. تيست ات روجيني دوت نت دون. هلا فوتوا على نفس العمليه على الاشخاص الموجودين بالجلسه هي، بتدور علي بتلاقي مالك محمود صرت بالانجليزي. تمام. هلا طبعا مثل ما قلت لكم بيختلفوا الميتنج اي دي، مثل ما كنتم شايفين هون الميتنج اي دي هو 9562933، ولكن بالمنصه بتلاقي رقم الجلسه الخاصه بالريزن. فخلينا انا هلا قبل ما اروح، في شيء سؤال على كيفيه الدخول على المحاضرات بالريزن ولا لا؟ واضح. طيب خليني انا افصل من الموبايل وارجع على الكمبيوتر. تمام. فمثل ما قلت لكم انتم لما بتنزلوا التطبيق انت الميتنج اي دي هون بتحطوا الميتنج اي دي اللي موجود ب اكسس تو انتراكتيف كلاس، تحطوا وبتفوتوا على المحاضره ما عندكم مشكله ابدا.
ونفس العملية بتقروا كمان بقى الشغلات الموجودة هون. طيب أنا حضرت المحاضرة بشكل تفاعلي، طيب أنا بركي بدي أرجع أراجعة، كمان كتير بسيطة الأمر، تطلع على الأيقونة الأساسية على الثلاث أيقونات موجودين هون. طيب هون بتلاقي الأيقونة اللي إحنا حننزل فيها المواد بعد ما أنت تحضرها بشكل تفاعلي، حتلاقيه بشكل مسجل. طبعا ليش هلا ما عم لاقي أنا تريننج ماتيريال؟ لأنه لسه ما بلش الدوام، ولكن خليني أعطوني بس هيك ربع ثانية حورجيكم أيقونة الريزل الخاصة بالسنة الماضية، أورجيكم شلون هي الشكل حتكون. ثانية من فضلكم. طيب خليني ارجع على الأيقونة الأساسية وافتح اللي هي، ثانية من فضلكم. تمام. هلا ايقونه الريزل تاعت السنه الماضيه هي الموجوده بالنص. طبعا اذا حدا حضران ريزل السنه الماضيه حيفهم شو قصدي انا، يعني حيفهم حيعرف هي الصوره يتذكرها. طبعا انتم ايقونه هي السنه هي وهي ما حتلاقوها موجوده عندكم، بس هلا انا ضفتها عشان تشوفوا. لما بفوتوا على ايقونه المقرر بتلاقوا عندكم في شيء اسمه برانشات اساسيه اللي هو ريفرنس، اللي هن المراجع او الكتب اللي الدكتوره حتحطهم. تمام. وحتلاقوا الانتر اكتف كلاسز، حتلاقوا السلايد اند نوتس. الريفرنسز هي الكتب، الانتر اكتف كلاس تلاقوا فيها سبع ليفلات. اول ليفل بس تفوتوا تحضروا تفاعلي، ثاني يوم بتلاقوا المحاضره مسجله بتضغطوا وبامكانكم تحضروها هون قد ما بدكم، تعيدوا تفتوا فيها قد ما بدكم. تمام. بتلاقوا عندكم سبع ليفلات، كل ليفل فيه تقريبا 30 محاضره او 28 محاضره، هون 30 محاضره، وفيكم تشوفوا المحاضرات بشكل مسجل بعد ما انتم تكونوا حضرتوها بشكل تفاعلي. كمان بالنسبه للامتحانات نفس العمليه، بتفوتوا على انفورميشن ريزل على الاكاديميك كالندر، بعدين بتفوتوا على بعد بس تخلصوا المستويات، اخر كل مستوى بتلاقوا في الفاينل اكزام، نفس العمليه يعني الامتحانات نفسها بالقسم التفاعلي نفسها بالقسم المسجل. الى موعد بتفوت بوقتها، على الامتحان معك ربع ساعة لهون 15، فأنت معك من 15 ل 15 تفوت على الامتحان بتقدمه وبتنجح. طبعا الامتحانات الخاصة بالمستويات الستة الأولى هي كمان غير هامة، ولكن أنت بس عشان تكتشف فيها درجة تطورك. الامتحان النهائي بالريزل اللي هو امتحان المستوى السابع هو أهم شيء، اللي هو على أساسه يا تاخذ الشهادة يا تخسر السنة اللي أنت حضرتها. فأنت فلذلك احنا بنفضل أنك تحضر كل شيء اول باول وتقدم امتحان كل مستوى، عشان لما توصل امتحان المستوى النهائي تكون متذكره، تكون متذكر ايمتى هو، تكون متذكر او عرفان وعامل ست امتحانات قبل، فما تخاف منه وما تتلبك اذا صار معك اي مشكله. فبالنسبه للمنصه بشكل التفاعلي او المسجل انا انتهيت منه. فاذا عندكم اي سؤال بامكانكم تفتحوا المايك وتسالوني، او بامكانكم تكتبوا على الشات. في حد عنده أي مشكلة، أي استفسار؟ طيب تحياتي أستاذ، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، تفضل. هلا بس إذا ممكن نحن كطلبة إذا ممكن نعمل مجموعة واتس، إذا أنتم ما عندكم مشكلة بهذا الشيء، في حال مثلا تذكير أو هيك شيء، يعني بس إنه على الشات هلقيت نحط أرقام الهاتف إذا في إمكانية بحيث نعمل مجموعة واتس نتناقش عليها بهال. تمام. هلا لحنا برشد يعني لحنا ما أنا مسؤولين عن اي مجموعات واتساب. هلا اذا انت حابب تعمل مثلا للفرع اللي انت فيه او كذا، حاكي قسم الادمشن @rujdini.com، لانه هو القسم المسؤول عن الطلبه. انا ما فيني لك ايه او لا، لانه انا مسؤول فقط عن الجانب التقني، عرفت شو الفكره؟ فانتوا اسالوا الادمشن اللي لهم، قول لهم انه انا مثلا بدي ارقام التواصل، او انتم تضيفونا على واتساب، وهن بيقعدوا يقولوا لك انه مسموح ممنوع، شو الاجراءات لازم تساوها. تمام، مشكور كثير استاذ. الله يعافيك يا رب، تفضل. انا كنت بخير سجل الموقع على الموبايل، نفس الرابط بيعطوني موقع. والله الصوت ابدا ما له واضح، يا وضحه اذا بدك، يا مكتب لي برساله على الشات، انا هلا فتح الشات فيني اقراها. استاذ عم سجل رابط مشان سجل على الموبايل، عم يعطيني من الموقع وجه التكوين او يعني كان نفوت لا ولا لا؟ والله للأسف صوتك أبدا ما مسموع.
فاذا بدك تكتب المشكله اللي انت صايره معك اكتب ليها على الشات. طيب يعطيك العافية أستاذ مالك. الله يعافيك يا رب، تفضل. أنا سألت سؤال على الشات بس يمكن ما وصلت للفكرة. بالنسبة لمادة نجحت فيها على سبيل المثال مدخل إلى علوم الحاسوب، بالضبط جبت فيها 62 علامة النجاح أو 63، أنا السنة الثانية أو الثالثة الامتحان متاح لي إنه مثلا أرجع أعيد المادة عشان أجيب معدل طيب. أعلى؟ تمام. هلا انا هذا السؤال ما له من اختصاص، انا اللي حجاوبك جواب بس ما له نهائي، اذا بدك الجواب النهائي بتراسل exams@rushdino.com. انا اللي بعرفه انه انت فينك تضل تعيد الماده قد ما بدك طالما هي موجوده بمنصتك، ما حدا بيمنعك لانه انت حضرانه ومقدم الفيديو التفاعلي. ولكن للجواب الاكيد والشافي راسل قسم الامتحانات exams@rushdino.com. تمام، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. طيب احنا بس بقينا علينا شغله وحيده فقط. بعت لي يعطيك العافيه، انا دخلت متاخر عم حاول سجل رابط منصه على الموبايل عم يعطيني موقع قيد التكوين. بدك انت تفوت على lms.rushdino.com وليس rushdino.com. تمام. هلا ما زبط معك اما بتحاكيني عبر الواتساب او بتحاكيني عبر الايميل، الايميل malik@rushdino.com. تمام، عشان نشوف شو المشكله صايره عندك ونحاول نحلها. يعطيك العافيه. هلا تفضل استاذ. ايه هلا مسموع. انا الموقع نفسه اللي عم سجله الرابط نفسه اللي انت جبنا فيه ملف على اليوتيوب. تمام. ويكتب imsrushdino.com. تمام. هيك عم يعطيني موقع. طيب ما عندك مشكله، انت راسلني عبر الواتساب او عبر البريد وبعت لي فيديو عن المشكله اللي انت عم تواجهها او صوره، فبعود انا بشوف شو المشكله عندك. تمام، وبنحاول نحلها. تمام طيب هلا الساعه 12:14، حناخذ تقريبا لل 12 خلينا نقول 17 استراحه. تمام، ومن ثم بعدين نرجع بنحكي على البريد الجامعي اللي هو حيكون يعني تقريبا اخر شيء نحن حنحكي عليه ب يعني اليوم. فهلا 12:14 ل 12:17 باذن الله بنرجع. السلام عليكم.
السلام عليكم. أنا رجعت، فالصوت مسموع ولا لا؟ تمام. طيب هلا حنرجع على الشيء الأخير اللي احنا حنحتاجه برشيد، واللي هو حيحتاجوه الريزل أو حيحتاجوه المسجلين بالقسم التفاعلي، حيحتاجوه الموجودين بالقسم التقني، الكل حيحتاجه، اللي هو البريد الجامعي. طيب شو هو البريد الجامعي؟ شلون فيني استخدمه؟ كمان نرجع على الشيء الأساسي اللي احنا فيه، اللي هو التكنيكال جايد أو الدليل الدعم التقني. ننزل على القسم الخاص بخدمة بريد الياندكس. طبعاً الياندكس هو الشركة اللي هي عطيتنا البريد الجامعي اللي انتو حضرتكم تستخدموه، اللي أنا بستخدمه، اللي كل رشدة بتستخدمه. طيب هلأ البريد هو نفس اللي انت بتحطه بالمنصة، ولكن البريد الخاص بهذا الإيميل. يعني انت مثلاً انت عندك إيميل جيميل اللي هو مثلاً احمد@gmail.com. انت احمد@gmail.com فينك تسجل فيه فيس، فينك تسجل فيه انستغرام، فينك تسجل فيه مواقع ثانيه، فينك تسجل فيه على تويتر، ولكن هو هذا البريد بحد ذاته له، يعني هذا الايميل له بريد اللي هو الجيميل. فانت بتروح على gmail.com وبتفوت على ايميلك وبتراسل العالم من هذا الايميل. طيب انا شلون بدي اعمل هي العمليه؟ كمان نفس العمليه، بروح على طريقه الدخول. المكان اللي انت لازم تفوت عليه هو yandexmail.com. طبعا معلومات الدخول انا حاط لك اياها نفسها، test@gmail.net وكلمه المرور نفس وكلمه مرور رشد 1 2 3 4 5. انت بعدين فينك تغيرها، فينك تخليها مختلفه عن المنصه، ولكن فينك تخلي كمان الاثنين نفس الكلمه تصير، ما عندك ابدا اي مشكله. طبعا الجلسه مسجله وحنبعتها لكل الطلاب اللي فاتتهم. طيب شلون بدي فوت؟ كمان بكل بساطه، بروح انا على هون، بضغط على ياندكس ميل، بس نضغط اوكي. طيب طلع لي بالتركي، فيني اعمل change to English مشان الكل يفهم. بعدين نضغط على اول رابط mail.yandex.com، نضغط على log in. طيب انا شو المعلومات اللي عاطيني اياها؟ test@rushduni، طبعا كمان رجعت كتبته مره ثانيه غلط، rushduni.net. طيب شو كلمه المرور؟ هي رشد 1 2 3 4 5. تمام لوجين. لوجين فوتنا على الصفحه بكل بساطه، نفس اي ايميل موجود فيه انبوكس، موجود فيه سنت، موجود فيه تراش، موجود فيه سبام، كل شيء موجود فيه. طبعا انت لما حدا بيبعث لك رسائل من رشد، حاول دائما تشيك على انبوكس وعلى سبام، لانه اوقات الرسائل ما بتفوت على الانبوكس، تفوت على السبام. الانبوكس بتشوف، الانبوكس تشوف انت الرسائل اللي انت جايتك، من مين جايتك. تمام، فينك ترجع تراسلهم. طبعا انت بس تفوت على بريدك الجامعي، اول رساله حتلاقيها وصلتك هي هي، الثاني هو دليل الدعم التقني اللي احنا بنبعته للطلاب، بامكانك تنزله وتشوفه. تمام. طيب شو اهم شغلات موجوده بالبريد؟ في شغلات جدا بسيطه، من خلال الضغط على المسنن ومن ثم بيرسونال داتا، فينك تدخل اسمك، فينك تدخل صورتك، هيك بسيطه. من خلال الايميل موجود هون، نضغط على اكاونت مانجمنت. من هون فينك تغير فينك تضيف ايميل بديل مشان اذا نسيت كلمه المرور، تحسين يعني تحسين تبعت رابط للايميل البديل وترجع تعيد تفعيل بريدك. فينك تضيف رقم موبايلك مشان كمان اذا نسيت كلمه المرور، ببعث لك كود على رقم موبايلك وبتحسن انت ترجع تعين كلمه مرور جديده للبريد. من خلال نرجع من وين بنشوفها، خلينا ارجع اورجيكم اياها. منفوت على الايميل موجود هون، ومن ثم اكاونت مانجمنت، منفوت على ميل اند فون نمبر، ومغير حط كلمه المرور ومحط ريستور اكسس. فهذا هو البريد بكل بساطه، ما في ابدا اي شيء ثاني بالبريد، نفس اي بريد عادي. طبعا بكل رشد ما بتستخدم غير بريدك الجامعي. بدك تراسل طلاب بريدك الجامعي، بدك تراسل دكتور بريدك الجامعي، بدك تراسل احد اقسام رشد بريدك الجامعي، بدك تفوت على الامتحانات بريدك الجامعي. يعني وين ما قالوا لك برشد، اي حدا برشد بيقول لك بريدك بتعطيه جامعي، بريدك الاساسي بتنساه. تمام. طيب هلا بس في شغله اخيره، انا اجيت رحت على المنصه lms.rushduni.com، خليني اعمل ساين اوت. انا شو كان ايميلي؟ هو test@rushduni.net. تمام. شو كان الباسورد؟ نسيته. طيب شو لازم اعمل؟ بعمل forget your password.
انا شو الايميل اللي انا عندي؟ يعني ايميلي الجامعي انا test@rojdini.net. تمام؟ طيب send reset link، بعث لي reset link، روح على ايميلي، بضغط على inbox، حدث الانبوكس، لا وصلتني رساله نيو باسورد، بضغط عليها، كاتب لي هون هذا الرابط مشان انت تعمل ريسيت لكلمه مرور. خليني اعمل ريسيت كلمه مرور. طيب بيقول لي شو النيو باسورد اللي بدك اياه؟ بقول له بدي اياه رشد 1 2 3 4 5، ما بعتقد يقبله. بعدين رشد 1 2 3 4 5 او لا، خليني احط واحد جديد، مالك 1 4 ان. تمام، مالك 1 4 ان، شو كلمه المرور اللي بدي اياها جديده؟ مالك 1 4 ان. تمام، تشينج باسورد، دن، خلص. بعمل ساين ان، بروح على مالك، اسف مالك، لا تصير تيست ات ار او رجليني دوت نت، نسيت بس الدوت، كلمه المرور مالك 1 4 ان. تمام، فوت، بفوت. تمام، هي اذا نسيت كلمه مرور المنصه. طيب اذا انا نسيت كلمه مرور البريد، فمثل ما قلت لك لازم تروح على اكونت مانجمنت من هلا وتحط ايميل بديل وتحط فون نمبر. عرفت شو الفكره؟ فبيعود انت اذا نسيت كلمه مرور الايميل بتقول له ابعث لي الكود على موبايلي اللي انا مسجله عندك، ببعث لك الكود حسين ترجع تعيد تعيين كلمه مرور. تمام، طيب انا حاعمل هلا نفس العمليه على الموبايل، نفس العمليه بتساويها، كمان بتفوت تعمل ريسيت لينك، بيبعثوا لك لينك، بتضغط على اللينك، بتروح بتحط كلمه مرور جديده وبتعيد تعيين كلمه مرور للمنصه. ما زبطت معك تبعث لي على البريد وبنحلها باذن الله. خلينا نشوف في شيء كمان احنا ما غطيناه، طريقه الدخول، توزع العام العناصر، تغيير الاسم، كلمه مرور، اضافه بريد، بريد هاتف. تمام، طيب خليني انا فوت اورجيكم من الموبايل شلون بنشوف الايميل. تمام، ممكن بعد انتهينا باذن الله. خليني ضيف حالي مالك محمود. تمام، انتوا هلا سامعانيني مو هيك؟ خليني بس افتح على الشات شوف صوتي هل هو مسموع؟ تمام استاذ، مسموع. تمام تمام مسموع. طيب هلا البريد الجامعي بتفوتوا على متجر التطبيقات اللي عندكم وبتحولوا التطبيق اسمه ميل، ياندكس ميل. خليني افتح البلاي ستور اورجيكم اياه. حطوا بالبحث فوق ياندكس ميل، اول نتيجه هو هذا ياندكس ميل. تمام، طيب فوت انا على الياندكس ميل. طبعا هون انا فوت، بعتقد تذكر كنت مفوته انا. خليني معناته اعمل ساين اوت. خليني اعمل لوج اوت عشان فوت عليه من اول وجديد جنبهم. طيب نزلت التطبيق، شلون بدي فوت؟ على اول خيار اللي هو ياندكس. طبعا اذا انتم فايتين من غير هذا التطبيق، مثلا في عالم عنده تطبيق على الابل مثلا على اجهزه الماك اسمه ميل كان يمكن بعتقد، او اذا انت عندك غير تطبيقات للايميل فوت على اليوتيوب، اكتب هاو تو اد ياندكس ميل تو التطبيق اللي انت عندك كا، بيعطيك شو الطريقه. طيب هلا انا فتت مثل ما قلت لكم على اول خيار، خليني ارجع على الياندكس. هلا بحط هون انا معلوماتي، انا هون عندي يا دوت نت، وعندي اسم المستخدم اللي هو تيست نيكست، الباسورد شو هو؟ هو مالك 14 ان ساين ان. عم بيقول لي انا حاطه غلط. مزبوط، هذا الباسورد هو باسورد المنصه مو باسورد ايميل. باسورد ايميل ورش 1 2 3 4 5. بعمل ساين ان، continue to inbox، نفس العملية فتت. هلا شو الشغلات اللي عنديها؟ بضغط على ثلاث شخصات موجودين فوق، ومن ثم على setting، من ثم على test at origin فوق، أول وحدة فوق بضغط عليها. تمام، هون فيني فوت على manage account،
ونفس العملية فيني غير كلمة المرور، فيني غير اسمي الأول اسمي الثاني، ضيف رقم تليفوني، ضيف إيميل احتياطي. استاذ مالك، انا كل ما بضيف رقم تليفوني بيعطيني انه غير صالح رقم التليفون، ما بعرف شو السبب. بدك تحاولي مثلا تدخلي مثلا زائد 9 كذا، او مثلا بدك تحاولي مثلا تقيمي زائد 9 تحطي رقمك مثل ما تستخدمي انت بالبلد اللي انت فيه، او مثلا تحطي 0090 وتكملي. ففي عندك عده احتمالات، انت اذا بدك تحلي المشكله حاكيني عبر الواتساب او عبر البريد، يعني بريدي انا malik@turkish.com، نمشي بين الحل خطوه خطوه. طيب تمام، بس الواتساب بالضبط شو الرقم او اللي بنحكي عليه بالعاده؟ ايه الرقم بنحكي عليه بالعاده، هلا حرفق لكم اياه هون. تمام. انا رقمي حكتب لكم اياه هلا، ثاني من فضلكم. أنا هذا الرقم اللي بستخدمه للدليل التقني. تمام، فمفوت مثل ما قلت لكم فينا هون نضيف ريستور اكسس يعني ايميل بديل، فينا نضيف رقم موبايل، وفينا نغير كلمة المرور. فهدول هن الشغلات اللي احنا بنحتاجها برشد كل الامور التقنية. فحدا عنده لهلا سؤال؟ احنا انتهينا من الجلسة، الجلسة مثل ما قلت لكم هلا تتاخذ وتبعت لكل الطلاب. فسؤالي انه حدا عنده سؤال ولا لا؟ كل الامور مفهومة لهلا باذن الله. السلام عليكم. كيفك استاذ مالك؟ والله الحمد لله بخير. استاذ عندي مشكله بالبريد الجامعي ومشكله بموقع رشد الرسمي، مشكله تقنيه. البريد الجامعي البريد الجامعي دخلت من اللابتوب، فتحت البريد وغيرت الباسورد، طلعت منه ارجع اسجل دخول، لا بقى يسجل لي دخول لا على كلمه السر القديمه ولا على الجديده، وانا سامعني حاطط ايميل بس. تمام، البريد الجامعي ولا المنصه التعليميه؟ لا البريد الجامعي. تمام، راسلني عبر رقم الواتساب. تمام، مشان ارجع اعمل لك اعاده تعيين لكلمه المرور. هو انا اعطيته انه اعاده تعيين كلمه المرور، بعث لي رساله انه الدومين. انا بعين لك اياها بغير طريقه، يعني انا بعين لك اياها مو انت بتعين، عارف شو الفكره؟ بعين لك اياها وببعث لك كلمه مرور جديده. ايه تمام استاذ مالك، انا ببعث لك اياه على الايميل وعلى الواتس. تمام باذن الله. ونفس المشكله بموقع رشد. تمام، موقع رشد شو المشكله؟ انا ما غيرت الباسورد، بحاول افوت على الموقع بيقول لي كلمه المرور خاطئه، بعطيه انه اعاده تعيين كلمه مرور، بيقول لي ارسلت لك اللينك على الايميل، ايميلي الشخصي. تمام، كمل معي على الواتساب وبنحل المشكلتين باذن الله. تمام، ما في مشكلة. في وقت محدد ابعث لك؟ لا لا لا، احنا انا كل يوم دوامي من 9 على 5 ما عدا السبت والاحد. تمام ماشي، يعطيك العافية استاذ. الله يعافيك يا رب. في حدا ثاني عنده سؤال ولا لا؟ كل شيء واضح؟
أنا رحت على سفاري ونفس الشيء بالنسبة لأني أفتح التطبيق من الموبايل أو المنصة التعليمية من الموبايل، تمام نفس الشيء ما فتح لي إياها. طيب حاكيني على الواتساب اللي أنا هلأ حطيت لك إياه، وقعد متابع أنا وياك خطوة خطوة لنحسن نفتحها من خلال الموبايل. ماشي بإذن الله تعالى. طيب ما أنا ما حدا عنده سؤال، فأنا لحن هي جلسة هون، الله يعطيكم العافية. حمد ما أرسلكم الجلسة بشكل مسجل على بريدكم الجامعي وبريدكم العادي. الله يعافيكم يا رب، السلام عليكم.